بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بمجرد أن تضغط على نقطة تشغيل السيارة أو تدير مفتاح تشغيل السيارة، انظر ماذا يحدث خطوة خطوة. أول ما يحدث في سيارتك هو توصيل الكهرباء إلى محرك الستارتر أو موتور الستارتر ليتقدم التشلي أو يتقدم الترس أو يتقدم الدولاب ويتعشق مع مع منه؟ مع الفلاي ويل الذي أو بالعربي نسميه الحدافة، وتبدأ السيارة بالاشتغال. كيف تشتغل السيارة أو كيف يعمل محرك السيارة؟ انظر هذا المقطع يوضح كيف تتوزع الشرارة على السلندرات أو الاسطوانات الأربعة. طبعا أهم العناصر تشغيل السيارة والوقود والشرارة الكهربائية. بدأ المقطع هذا قديم في السيارات الحديثة الحالية. العقل السيارة هو المسؤول عن تنظيم توزيع الشرارة على الاسطوانات الأربعة أو الاسطوانات الستة حسب عدد الاسطوانات. الصورة قديمة، هنا يقوم الديستريبيوتر بتوزيع الشرارة وكان جهاز كهربائي ميكانيكي، حاليا انقرض تقريبا في السيارات الحديثة. أما المقطع الذي ترونه أمامكم صور، يعني صورة توضيحية لعمل المحرك، يعني من الداخل تلاحظ كيف يتحرك المكبس أو البستن صاعدا ونازلا، وهذه الألوان الأحمر والأزرق والأصفر، وهذه ألوان تعني حركة الأشواط الأربعة. اللون الأزرق وحركة البستن أو المكبس إلى الأسفل ودخول الهواء، الهواء الممزوج بالبنزين أو خلية، وهنا يتم مزج الهواء بالبنزين بواسطة الكابريتور. كما تعرفون السيارات القديمة يعمل بالكابريتور لمزج الهواء بالوقود أو البنزين، وكذلك كان أعتقد كان هناك ولف واحد أو صمام واحد للبنزين وصمام واحد للعادم، حاليا أكثر من صمام، أربع صمامات. وهناك إضافات أخرى في الفترة الأخيرة تم إضافتها إلى المحرك مثل التوربو ونور أخرى لزيادة كفاءة المحرك. الآن المكبس باللون الأصفر، هذا يعني أن الهواء أو المزيج الذي تم سحبها من قبل شوط الامتصاص من قبل المكبس سيتم ضغطه حتى يتم عملية التفجير بعد وصول المكبس إلى النقطة الميتة العليا أو نهاية الشوط. الشوط الثالث هو شوط الانفجار، حيث ينضغط المزيج، وعندما يصل المكبس أو البستم إلى النهاية العليا أو إلى نهاية الشوط يتولد أو تتولد الشرارة من خلال السبارك بلاك أو شمعة القدح كما يسمى باللغة العربية. وهذا الشوط هو شوط الطاقة أو شوط الانفجار الذي يولد الحركة والتي بواسطها تسير السيارة. الشوط الأخير لحركة المحرك أو حركة الاسطوانة هو طرد الغازات التي تولدت أو الإكزوست أو بالعربي العادم، يتم طرد الغازات من خلال صمام العادم. بالمناسبة مهما يتم إضافة أجزاء حديثة لتطوير كفاءة المحرك أو زيادة كفاءة المحرك، فيبقى المحرك كما هو، يتكون من الأشواط الأربعة، من شوط الامتصاص وشوط الضغط وشوط الانفجار وشوط العادم، فور ستروكس أو يسموه ستروكس، الأشواط عبارة عن ستروك، فور ستروكس الأشواط أو يسمى محرك الأشواط الأربعة، سواء كان بأربع مكابس أو أربع أسطوانات أو ستة أسطوانات لا علاقة لها بالمعنى. أشواط أربعة يعني أربعة أشواط، أربع مراحل توليد الحركة للمحرك.